السلام عليكم. اليوم بسوي لكم مشروبين، واحد لونه أزرق والثاني طبقات أزرق وأحمر زي كذا. وأحس المشروب الأزرق أخذت أنا بلو هواي، أخذت من الدانوب، ممكن تحصلونه بالتميمي وسفن أب وكوكتيل التوت. فلوريدا ناتشرال أو مشروب فلوريدا الليمون. طبعا كلنا هذول راح نسوي مشروبين، يعني مو كل المقادير هذا على مشروب واحد، لا مشروبين. المشروب الأول بنبدأ به اللي هو الطبقات. أول طبقة عندنا الحمراء، بنسوي بالكاس هذا. أول شيء بنحط عصير التوت، ثلج، السفن تقريبا كذا يكفي. بعد المشروب الأزرق اللي هو أنا مستخدم بلو هاواي، كذا المشروب طلع طبقات وشكله كويس وسهل التحضير. هذا المشروب خلصنا نسوينه. باقي المشروب الثاني اللي هو يحتاج ليمونيد أو عصير ليمون ومشروب أزرق، معلش. طيب نحتاج ثلج أو شيء نحط. نحط قطعة ليمون. بنعبي تقريبا ربع الكاس. كذا يكفي توقع. نحط المشروب الأزرق. سهلة والطعم أنا جربت. لا والله ما جربت للحين. هي قدوبه. في شيء منه فاتح. فأنا غلطت وخدت الغامق. فبستعمل بداله. مركز شراب الفراولة لون فاتح شوي، من مكثر لأنه أحس نكهته قوية. بحط تقريبا أقل من ربع الكوب. ها بيطول، بياخذ سنبتين. بعد كذا بضيف عليه ثلج، إن شاء الله ما يحوس أنا زي ترى. بضيف السفن عشان يرتفع اللون الأحمر إلى هنا، لأنه هو نازل تحت فأبى خليه يرتفع شوي. أضفنا السفن، باقي مشروبنا الأزرق. بصب شوي شوي علشان ما يختلط مع اللي تحت، إني غشني لأنه هذا غامق مرة جاي. بس واضح إني ما كثرت، إن أنا كهبي لكثر شوي.